رساله متفائله شويه، يعني اظن اللي الانسانيه البشر وكل الناس لازم نرجع شويه للبشر للانسانيه، لنساعد كله مع بعض، لنفهم المشاكل اللي الاخرين عندهم. احنا نشوف الحركه دي مثلا، الحركه اللي في ناس اللي بيروح من بلد لبلد ثاني، وبالاسف في زي عنصريه بيقول احنا مش عايز ناس من بره، ده موجود في الدنيا كلها. عشان كده احنا هنشوف النهارده سودانيين يمثلوا البشر. هما ممكن اسبانيين او ياباني او من انجلترا او من اي بلد. كلنا لازم حب، وخصوصا في الوقت ده اللي الدنيا شويه تعبانه ومجنونه شويه، احنا لازم نرجع للانسانيه والاحساس اللطيف زي الاحساس اللي انا شفته في السودان السودانيين. بالرغم من انه شويه المسرحيه معقده الى حد ما، زياده على كده التحديات بتاعت اللغه العربيه الفصحى، يعني ما كثير نحن قاعد نشتغل على اللغه العربيه الفصحى، بس بالرغم من ده كله نحن دخلنا في تحدي مع نفسنا انه نحن محتاجين الحاجه دي. وطالما هو مسرح وطالما نحن خريجين بتاع كليه الموسيقى والدراما، يعني اي حاجه بنقدر نعملها واي حاجه بتصب في مصلحه المسرح في ان نحن نقدمه لقدام، اوكي ما في مشكله يعني نحن نقدم الحاجه دي. المسرحيه هي عباره عن دروس في اثناء الحروب واثناء المشاكل التي تحيط بالشعوب من حين الى حين، اذ انها ممارسات تحدث اثناء الحرب في كل بقاع الدنيا، وهي بذره للامل في مستقبل خال من الانتهاكات، واحترام الانسان، احترام الطفل، احترام المراه، واحترام الانسانيه.